علينا وليك مبغى وتجبر علينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نرضى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نرضى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نرضى الله. كلنا في دافدة، كلنا في دافدة، كلنا في دافدة، فلسطين صامدة، فلسطين صامدة، فلسطين صامدة، فلسطين صامدة، كلنا في دافدة، كلنا في دافدة، كلنا في دافدة، كلنا في دافدة. تأتي هذه الوقفة في هذه المناسبة الأليمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الأبي في دفاع عن الأقصى المبارك. هذا اليوم الذي تعدى الصهاينة على أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى في اعتكافهم ضربا وتنكيلا واعتقالا نساء ورجال تعرضوا لهذا التنكيل. نحن كسكنة طنجة أبينا إلا أن نخرج في هذه الساعة وتضامنا مع في هذا الموقف إلى جانب كل القوى الحية في هذا البلد المبارك الطيب، نندد بشدة وبقوة لهذا الاعتداء الغاشم الذي تعرض له إخوتنا الفلسطينيين. فتحية عالية من هذه المدينة ومن هذه الوقفة لإخوتنا وأخواتنا المرابطين والمرابطات في باحة المسجد الأقصى وداخل المسجد الأقصى، الذين يرفعون راية الأمة عاليا ولهم العزة والشرف لهذه الأمة. اليوم هذا جينا نشاركوا في هذه الوقفة تضامنية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل لما يعانيه من اضطهاد وتهجير وعنف ونظر الجرائم المتتالية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب. وأقل ما يجب علينا فعله أن نتضامن مع الشعب من الناحية الإنسانية، وكذلك أن نتضامن مع النساء لما يعانين خاصة المرابطات على المسجد الأقصى. وكلنا أمل ويقين بأن الكيان الإسرائيلي إلى زوال، وبأن فلسطين ستظل دولة مستقلة عاصمتها القدس. الشعب يريد تحرير فلسطين، 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 الشعب يريد تحرير فلسطين. يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيها الأفاضل هو مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه بالأنبياء وصعد فيه إلى السماء، مصرى رسول الله، بيت المقدس القدس. فجئنا أيها الأحباب في هذه الوقفة لنتضامن مع
مع أحبابنا وأهلينا وإخواننا في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وعن مقدسات الأمة. وحزبه هذا يوم مشهود وهذه وقفة مشهودة تضامنا مع أحبتنا في المسجد الأقصى، تضامنا معهم وتأييدا لهم ومساندة لهم، وهي رسالة واضحة لكل المطبعين ولكل العالم بأن فلسطين في العيون وفلسطين في القلب، وفلسطين دائما هي قضيتنا الأولى وقضيتنا الحاسمة وقضيتنا التي تشغلنا وتشغل ليلنا ونهارنا إن شاء الله تعالى، ولن يهدأ لنا بال ولا قرار حتى يمن الله عز وجل على هذه الأمة بنصر مبين. فلسطين دائما في العيون، فلسطين دائما هي القضية الأولى، وكما يؤكد لنا التاريخ وتؤكد لنا مشاهد التاريخ المشرق بأن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عز وجل حين كان الأقصى في أيدي الصليبيين الذين كانوا ينكلون بالمسلمين، اجتمعت نساء المقدسيات، فيعني حلقنا يعني ضفائرهن ووضعنا كل ذلك في صندوق وأرسلوه إلى صلاح الدين الأيوبي ومعه رسالة، فحين فتحه وجد فيه يعني بيتا شعريا يقول: يا أيها الملك الذي لأعلام الصلبان نكس، كل المساجد قد طهرت وأنا على شرف أدنس.